25/6 هي الذكرى الخامسة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. طبعا مقاليد الحكم 5 أعوام من الإنجازات والعطاءات لدولة قطر، فبناء عليه سيكون هناك رسالة شكر قبلها بيوم 24/6. هذه الرسالة مقدمة من شعب قطر، من مواطنين ومقيمين إلى سموه. طبعا فيها 3 فصول. أول فصل راح يكون في هذا الكتاب عن إنجازات سمو الأمير، ثاني فصل عن إنجاز الإعلام ودوره، وثالث فصل عن إنجازات الشركات والمؤسسات في الدولة. طبعا هذا كله تحت اسم مجد قطر. هذه الحملة برعاية سعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن جابر آل ثاني. طبعا راح تكون في فندق الشيراتون بتمام الساعة 8 مساء من يوم الأحد 24/6، وبرعاية 16 جهة حكومية، نذكر منها طبعا وزارة البلدية والبيئة، وزارة الصحة، تلفزيون قطر، قناة الريان، إذاعة قطر، هيئة أشغال، وكثير غيرها من الجهات الأخرى، بالإضافة طبعا لتغطية السوشيال ميديا. وأنا يشرفني أن أكون متواجدة لتغطية هذا الحدث، فكونوا معنا على الموعد.